الدفاع المدني مركز 114 قطاع المغرب والوطن الشرقيه. هذا اليوم يوم الاثنين 6/3/2017 تم استهداف هذه المنطقه، بالتحديد هذه المنطقه صاروخ هذا الاتجاه وذاك الصاروخ بعده عنا 10 امتار. تم الحمد لله ما في اصابات، الحمد لله رب العالمين، بس بالمنطقه الثانيه كان في اصابات. هلا هون المركز، هون الاصابات متماشيه باخي اضرار ماديه، هي صاروخ هون وبعده 10 امتار صاروخ ثاني. يعني ضرب زرقيه اليوم، ضرب على اوتايا وضرب على حوش صالحيه وضرب على النشابيه وعلى حزر، ما يعني غارات كثيفه جدا هذا اليوم.